في اي اطار تاتي هذا الشكل النضالي ديال الناس ديال القاعدين هنا بقرب قباله محكمه الاستئناف اليوم؟ نعم. اولا تحيه نضاليه لكم من داخل الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، والاطار والسياق يعني كيجي في الشكل النضالي اللي نقدموا يعني الطلبه والطالبات يعني وابناء الشعب، كانت الدعوه والتعبئه مسبقا يعني للحضور هذا اليوم، وكياتي في اطار يعني المسانده والتنديد يعني المسانده للمعتقلين السياسيين والتنديد يعني بالجرائم اللي كترتكب في حقهم من داخل يعني هذه المحكمة يعني النظام الرجعي محكمة الاستئناف، وفي إطار كذلك التشهير يعني بالمعارك ديالهم والنضال على أرضية الاعتقال السياسي باعتباره قضية طبقية. فأكيد اليوم كاين معتقلين اليوم الرفيقين محمد الجناتي ومحمد القشقاشي كيتقدموا أمام أنظار المحكمة مناضلين ديال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والناس الديمقراطي القاعدي، هذه أزيد من سنة وهما كيتحاكموا بدون نطق بالحكم، كذلك هذه أزيد من سنة هما متابعين بتهم يعني ملفقة، تهم هم بريئين يعني منها براءة يعني من دم يوسف. فأكيد ما كاين ما يمكنش أننا نقبلوا يعني بهذه الجريمة يعني كترتكب ناس لاعب وعار أنهم كيناضلوا إلى جانب الطلبة إلى جانب ولاد الشعب في الجامعة، دابا كيتحاكموا، هذا راه ما يمكنش أننا نقبلوه. والتواجد ديالنا اليوم يعني من داخل يعني السنترفيل وأمام أنظار يعني هذه المحكمة وكيأتي في هذا السياق وفي السياق ديال التنديد يعني بالاعتقال السياسي باعتباره قضية طبقية. نعم، في نظركم إلى أي مدى وإلى أي حد يبقى هذا التشنج اللي واقع ما بين الفكر القاعدي والنظام بشكل عام؟ أكيد ماشي يعني نقولوا تشنج أو إلى مدى غيب يستمر، فأكيد حنا عندنا يعني مواقف، عندنا قناعات، عندنا أفكار، حنا كنناضلوا على الاعتقال السياسي من أجل يعني دك البنية، وماشي غير من أجل أننا يعني باش يخرج معتقل أو جوج، غيستمر دائما حتى فرض إطلاق صراح كافة المعتقلين وتحقيق العدالة والكرامة الاجتماعية يعني والطموح ديال الشعب المغربي التحرر. نعم، شكرا جزيلا. انتوما كلوا العام زين.